السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام أهلا بكم في تقرير جديد. بعد ما تم الإعلان عن أول وحدة مرور إلكترونية في مصر، تصادف ده مع وقت تجديد رخصة السيارة الخاصة بيا، لقيت فرصة كويسة إني أجربها وأنقل ليكم التجربة، وكمان رسالة هامة لرئيس الجمهورية في نهاية الفيديو. بصراحة ما حسيتش إن في مصر أصلا من السرعة والاحترافية في التعامل من شباب مدربين على التعامل وتسهيل كل حاجة. وحدة المرور الإلكترونية الجديدة موجودة في مول سيتي ستارز في الدور السابع، بتقدم خدمات المرور VIP، والوحدة بتعتبر لسه في مرحلة السوفت اوبرنج، لسه مش كتير يعرفوها. أوقات كتير لما كنا بنجدد رخص أو بنعمل أي أوراق في مصالح حكومية بيحصل دايما تعارض مع الوقت اللي المفترض إن أغلب الناس بيكونوا فيه في شغلهم، بالتالي إحنا فعلا محتاجين تعميم الفكرة ده الفترة اللي جاية في كل القطاعات زي ما حصل في الفترة الأخيرة زي الشهر العقاري وحاليا المرور. وده لأن الوحدة بتشتغل كل أيام الأسبوع بما فيهم الويك إند ومن الصبح لحد الساعة 10 مساء. التجربة غريبة علينا في مصر بعد سنين من الروتين العقيم. بمجرد دخولك وحدة المرور أول حاجة بتعملها إنك بتدفع المخالفات لو موجودة، بالمناسبة الدفع كله طبعا إلكتروني. الخطوة دي ما بتكملش 5 دقايق حرفيا، وبعدها بتنتظر، وبعد كام دقيقة بيندهوا على رقمك وبتدخل على مكتب واللي بيتم فيه كل الإجراءات زي دفع التأمين الإجباري أولا، وبعد كده دفع قيمة الترخيص بما فيها رسوم خدمات VIP. الكلام ده في دقيقتين، وبعدها في نفس اللحظة في المكتب اللي جنبه بيتم طباعة الرخصة بدون أي انتظار. تجربة في المجمل رائعة جدا، وهتكون متناسبة مع ناس كتير، وهيتم تعميمها في كل المولات ومحطات الوقود قريب جدا. أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله. هتعرف بحضرتك؟ أنا هبة، البروجكت مانجر لوحدة المرور الإلكترونية سيتي ستارز والبرانشز تمام اللي هتفتح فيما بعد. أهلا بحضرتك. إيه طبيعة الخدمات اللي بتتقدم هنا، وإيه الاختلاف بينها وبين المرور التقليدي؟ طبعا هنا في اختلاف إن هي دي خدمة VIP. إحنا بنقدم الخدمة بشكل مختلف شوية عن الخدمات اللي بنقدمها. طبعا هي تجديد رخصة قيادة، تجديد رخصة مركبة، إصدار ملصق. تمام. كل الخدمات دي موجودة في وحدة المرور، بس هنا بنقدمها بشكل مختلف. هنا عندنا الدفع كفيزا مش كاش. العميل بيكون حاجز أونلاين، بيجي برقم الحجز بتاعه قبل ما يشرفنا هنا في الوحدة. تمام. فالموضوع واحد، بروسس مختلفة شوية طبعا عن ده. أنا لاحظت بلاص المكان اللي هو بيقعد يرتاح فيه. دي حقيقة. طيب التكلفة بتزيد قد ايه عن المرور، او بتختلف قد ايه كقيمة؟ يعني هي الرسوم مش يعني رسوم الخدمة نفسها الـ VIP مش كتيرة، بس او رينج هو العميل ما لا يعني لا هو اكيد طبعا يقول ان دي حاجة احسن، افضل اكيد من الامارة، اكيد طبعا تجربة فعلا. وبعدين هو بيقف، ممكن يقف في وحدة المرور يا ده عيون، لكن هنا ممكن في اقل من ربع ساعة تكون المعاملة خلص. صحيح صحيح. المواعيد العمل مواعيد العمل من الساعة 10 صباحا للساعة 10 مساء. تمام. طول ايام الاسبوع. طول ايام الاسبوع. تمام. مفيش اجازة جمعة ولا؟ لا. جميل جدا. بقى في العطلات الرسمية. جميل جدا. طيب الفحص المفترض ان هو يشتغل امتى مثلا، تقدر الناس تقوم بعملية الفحص؟ ان شاء الله بعد العيد. في شوية تجهيزات بس، احنا واخدين مكان مجهز للفحص تحت. تمام. ماينس 3. بس هو في شوية تجهيزات بسيطة، بعد العيد ان شاء الله يكون شغال. طيب اخر سؤال، في فروع قريبة هتفتح من وحدات المرور الالكترونية زي امان هنا كده ولا لسه؟ ان شاء الله في بعد سيتي ستورز ان شاء الله في فرع في مراسي الساحل. جميل. تمام. والبرانشز الثانية بقى بعدها ان شاء الله. تمام. ربنا يوفقك، متشكر جدا لحضرتك. شكرا جدا. شكرا. شكرا. بس حاجة أخيرة أتمنى توصل لرئيس الجمهورية، الناس كلها بتشتكي منها في الفترة الأخيرة. أنا ما عنديش مشكلة إني أدفع نظير الراحة والسرعة زي الخدمة دي، كتير جدا الخدمة دي هتنقذهم من زحمة وطوابير وتضييع وقت، لكن اللي بيحصل في وحدات المرور مش عادي، من فرض مبالغ على الناس على شوية مستلزمات رخيصة جدا بيتم بيعها بأسعار خرافية، لأن مش كل شخص ركب عربية هو غني، ولا السيارة بتعتبر سلعة استفزازية. الأول كانت المبالغ دي فيه ورق متعلق مفترض إن هي مبالغ اختيارية، دلوقتي حاليا بقت إجباري في أغلب وحدات المرور، وبقى المواطن مطالب ان يدفع ما يقارب ال 800 جنيه للمستلزمات دي فوق مصاريف الترخيص اللي هي زادت هي كمان. بس مصاريف الترخيص والضرايب مفيش فيها مشكله، المشكله لما المواطن يدفع في ملف 200 جنيه وكتيب ومثلث بيوصل المبلغ ل 800 جنيه. اتمنى الاقي حل للمشكله دي فعلا، واتمنى الكلام ده يوصل للمسؤولين. هنا تقريرنا بيكون انتهى، شكرا على المتابعه، وانتظرونا في مزيد من التقارير، ولا تنسوا الاشتراك في القناه وزياره موقعنا ايجيكار.com.